مشاهدينا الكرام مساء الخير. نحن نعيش اليوم في عالم تجتاحه التكنولوجيا، يمكن أن نسميه عالم افتراضي بكل ما تعني الكلمة. هل استثمرتم في العملات المشفرة أم أنكم لم تثقوا بعد بعالم العملات الرقمية؟ عالم رقمي يفرض نفسه على العالم الواقعي ليصبح واقعاً مهرياً لا مهرب منه. فمن جهة العملة المشفرة تحمي من التزوير ومشاكل أخرى، لكن بالمقابل مخاطر هذا العالم الرقمي عالية وكثيرة. فهل الأشخاص يثقون بالعملات الرقمية كطريقة آمنة لحفظ مدخراتهم وتنميتها، أم أنها محفز سريع ومغر ولكن يهدد بالهبوط الحر؟ هذا السؤال مطروح عليكم مشاهدينا للتفاعل معه. وأيضا معنا في نقاش هذا الملف خبراء في هذا الشأن، ينضم إلينا من القاهرة الخبير الاقتصادي حسن علي بكر، ومن مدينة ليون الفرنسية متخصص بالعملات التشفيرية ستيفان أبي شاكر. أهلا بكما. لكن قبل أن أبدأ مع ضيفي الكريمين، دعونا نرى هذا التقرير بشأن ازدياد المخاوف حول عملات الافتراضية والرقمية. قد تكون أكثر أمانا من حيث الحماية من التزوير، لكن تحمل كما هائلا من مخاطر أخرى. دعونا نتابع ونعود. الحل العالمي للتزوير والإنفاق المزدوج بسيط، العملة المشفرة. حل بسيط لكن ليس سهلا مع زيادة العملات المشفرة يوما بعد يوم. فلنلقي نظرة على هذا العالم الذي اجتاح حياتنا لنعرف إذا كان بالفعل حلا بسيطا لمشاكل مالية نواجهها يوميا أو أنه يزيد الطين بلة. العملة المشفرة هي عملة رقمية أو افتراضية يتم تأمينها بواسطة التشفير. هذا الأمر يجعل من المستحيل تقريبا التزوير أو الإنفاق المزدوج. جزء من جاذبية هذه التكنولوجيا هو أمنها، لكن هل تساءلتم كيف تعمل هذه العملات؟ العملة المشفرة هي شكل من أشكال الدفع عبر الإنترنت لقاء سلع وخدمات. أكثر هذه العملات المشفرة هي شبكات لا مركزية تعتمد على تقنية البلوكتشين أو سلسلة الكتل، وهو نظام لسجل إلكتروني مشترك ومشفر وغير مركزي لمعالجة وتدوين المعاملات المالية والعقود والأصول. ماذا عن الاستثمار في العملات المشفرة؟ الاستثمار في عملات مثل بيتكوين وإيثيريوم عالي المخاطر، فسعر العملات المشفرة متقلب بشكل عام. احتمالات كثيرة تواجهك، قد تخطئ وقد تتحول بعض العمليات إلى احتيال، أو قد تزيد القيمة بشكل مبهر. لكن ما الغرض من كل هذه المخاطر؟ الهدف الرئيسي للعملة المشفرة يكمن في إصلاح مشاكل العملات التقليدية من خلال وضع السلطة والمسؤولية في أيدي حاملي العملات، كما يمكن لهؤلاء تحويل البيتكوين مثلاً إلى عملة نقدية ونقلها إلى حساب مصرفي عبر بيعها في بورصة العملات المشفرة. في النهاية، العملة المشفرة هي أموال افتراضية تعتمد على البرامج. الرمز المميز الخاص بك يمثل كمية محددة من العملة المشفرة التي تمتلكها، يمكنك بيعه ويمكنك صرفه بالقيمة السوقية، على عكس العملة المركزية. فأيهما أأمن؟ عملة افتراضية يتحكم بها أصحابها، أم عملة مركزية تتحكم بها السلطات؟ إذن ودعوني هنا يعني أستأنف هذا الحوار في هذه الحلقة مع ضيفي دكتور أو أستاذ ستيفان أبي شاكر وأيضا أستاذ حسن علي بكر. أهلا بكم. ما أبدأ معك أستاذ ستيفان عن العملات الرقمية. نحن نتحدث هنا عن استثمار أم مقامرة؟ نعم، يعني الجواب حسب علم المالية هو يتطلب أن نقيس المردود ونقيس المخاطر. فإذا يعني اطلعنا على المردود بالنسبة إلى المخاطر، فالجواب هو أن البيتكوين مثلا أهم عملة تشفيرية، هو يعني يعطي مردود قياسة بالمخاطر أفضل من عدة أصول مالية، منها الذهب، منها الاستثمار بالبورصة إلى آخره. أما إذا اطلعنا إلى الأمد القصير فهنالك تطاير أو ذبذبة كبيرة بالأسعار، وذلك من الممكن أن
يحول دون جاذبية أو رغبة للاستثمار في البيتكوين أو العملات التشفيرية. فإذا الجواب على السؤال بيكون بمنظار الوقت أو المدة التي يعني يستحصل عليها المستثمر على العملات. طب أنت ترى أنه بالنظر للمدى البعيد استثمار رابح، لأنه بالبيتكوين أو غيرها تخضع لمضاربات كثيرة، للعرض للطلب، موجات تصاعدية وموجات أخرى منحدرة بشكل دراماتيكي، وعديد من المستثمرين يخسرون بالنهاية خلال نزولها بهذا الشكل. دون شك دون شك، ولكن إذا المستثمر عنده نظرة طويلة الأمد فمن الأرجح، إذا يعني قرأنا 12 سنة التي مضت على اختراع تلك العملات التشفيرية، وإذا طلعنا إلى المستقبل من ناحية مقارنتها بالعملات للمصارف المركزية، فهي يعني تعطي نوع من التوقع أنها ستكون يعني أفضل استثمار مقارنة بغير استثمارات دون شك. مثلا على 12 سنة التي مرت، إذا المستثمر ترك معه أو حافظ على استثماره أكثر من 4 سنوات on average كمتوسط، فهو بالتأكيد سيكون استثمار رابح. فإذا الأمد طويل، التطاير أو التذبذب لا يؤثر، ونتطلع إلى الترند الطويل الأمد الذي هو تصاعدي منذ البداية. طيب أستاذ حسن، برأيك هل هناك مخاطر كبيرة تتعلق بالعملات؟ لأن البعض يرى أنه ارتفاع قيمة هذه العملات والشركات اللي تقف وراءها اللي تصل إلى ملايير الدولارات، بالإضافة إلى إقبال الناس عليها، يعكس إلى حد ما وجود نوع من الثقة، إذ بدون هذه الثقة لا قيمة لهذه العملات ولا للشركات. بداية يمكن أنا حاب يعني أعقب على السؤال اللي طرحتيه على ستيفن، بداية بالنسبة لموضوع أنه هل هي استثمار أم مخامرة. يمكن ستيفن قال على أساس أنها استثمار طويل الأمد وإلى آخره، ولكن هذه المسألة حتى نحدد إحنا استثمار وعند اختيار استثمار لابد أنه تحديد فعليا تعريف للاستثمار اللي إحنا بدنا ناخده. حتى اللحظة لا يوجد تعريف يعني متفق عليه ما بين كل مستخدمي العملات المشفرة على ماهية العملات المشفرة. هنلاقي في فريق عم بيحكي عن أنه العملات المشفرة هي عملات رقمية تستخدم وتماما مثل العملات الاعتيادية، ولكنها عملات مشفرة لا مركزية. هنلاقي جزء تاني عم بتكلم وبيحكي على أنه هذه عبارة عن أصول وليست عملات. جزء ثالث عم بتكلم عنها أنها وسيلة لتناقل الأموال وتحويل الأموال. حتى فعليا الوايت بيبر اللي انعملت من ساتوشي ناكاموتو بالنسبة للبلوك تشين، بداية اللي هي البيتكوين، تأسيس البيتكوين، كانت تتحدث عن ميزات البيتكوين في تناقل الأموال بتكاليف مخفضة جدا، وهذا برجح أنه هي عبارة عن وسيلة لتحويل الأموال. الآن كل واحدة من هذول إلها مميزات وإلها معايير لاختيارها كاستثمار. يعني أنا ما بروح مثلا بستثمر في وسيلة تحويل الأموال تماما زي ما بستثمر في اللي هي العملة، أو زي ما بستثمر في الأصول. الأصول لها واقع معين إحنا بنستثمر عليه بناء على القيمة الاستعمالية، بناء على العائد الثابت لها، بناء على العائد المستقبلي لها، الديسكاونتد كاش فلو إلى آخره. العملات بننظر للسياسات المالية والنقدية المتحكمة بالعملات، وبنتطلع لوين ممكن تودينا عمليات تحويل الأموال لأحجام الإقبال عليها والأمور هاي. حتى الآن في جميع الأحوال اللي طرحها اللي هم المدافعين عن العملات المشفرة، نرى أن لديهم اختلاف كبير جدا في تعريف اللي هي العملات المشفرة. هذه كبداية. الأمر الآخر هي مسألة العائد. تمام،
أمر مستحدث، ولكن ليس كل حديث هو يعني واقع. أنا لا أنكر أن التقنية كتقنية البلوك تشين هي تقنية واعدة ويمكن استغلالها بطريقة ممتازة جدا ومميزة للغاية، ولكن إذا نظرنا إلى المساوئ التي تأتي مع العملات المشفرة ابتداء من مسائل الأمن السيبراني مرورا بانهيار فعلي، يعني احنا اذا رجعنا للنظريه الاقتصاديه فعليا بنرى انه لا يمكن انه يكون في عندنا يعني مدينه افلاطونيه، مدينه مثاليه. الان بنيت البيتكوين والعملات المشفره على المثاليه، وهذا شيء مش واقعي ومش موجود فعليا في على ارض الواقع. لما نيجي للواقع احنا بنقول عن المستثمر اللي هو لو سمحت لي أستاذ حسن، فقط لنستمر في هذا النقاش ونستعرض أيضا جانب من رأي الشارع العربي في العملات الرقمية، كيف كان جواب هذا الشارع؟ دعونا نتابع ونعود. طبعا أسمع عنها بس معلوماتي طبعا مش كتير لأنها لسه تقريبا طلع جديد وكده، مش متعرف عليها قوي، ما فيش ناس كتير تعرف عنها. هي موجودة من فترة طويلة لكن حاليا كثر الكلام عليها بسبب العائد المادي الضخم لها وقيمتها الان. هي عمله افتراضيه الحين اشوف وايد ناس هابه فيها امانه. اللي هو العمله تقريبا عمله موحده يتعاملوا بها في العالم كله، او حاجه يبتدوا يتعاملوا بها في كل العالم. هي العملات الرقميه عملات تستخدم للبيع والشراء، بس طبعا عملات يعني ديجيتال، ما فيش فيزيكال فورم. يعني قاعد اشوفها انه اشياء تخوف، فيها ربح عالي جدا، لكن هل الربح العالي هذا مجرد تسويق انه في ربح في الاخير ما في شيء؟ ماني عارف. البيتكوين كل اللي اعرفه عنها ان هي عمله يعني رقميه موجوده على الانترنت، مش في يعني مش في الحياه كده، من اللي هي زي الخمسه او العشره جنيه ان هي تبقى في جيبك. لا، عملات رقميه عملات بدات من بدايه 2005 2004 عن طريق شاب في الصين. والله هي عملات موجوده يمكن من قبل 2011 كانت موجودة إلى يومك هذا، صار علي الآن العين. حاسس إن هي لعبة ما بين الدول، واللي بيروح فيها الشباب اللي هي بيبقى عايز إيه يغتني بسرعة. أنا عرفت إن العملات الرقمية بقالي فترة بتابعها، كان يوم التريدينج عرفت إن مثلا كان في بيتكوين كان فترة قريبة موجود. ونتابع أيضا نتيجة التصويت على سؤال حلقتنا الموجود على قناة يوتيوب الخاصة بسكاي نيوز عربية. سؤالنا كان هو هل تثق بالعملات الرقمية كبديل للعملات التقليدية؟ 14% فقط قالوا نعم منهم يثقون بها، مقابل الأغلبية الكبرى 86% أجابوا بلا. ما زلنا في هذه الحلقة عن العملات الرقمية ومدى الثقة فيها، وأعود إلى ضيفي. إليك أستاذ ستيفان من ليون، ربما لا أدري إن كان لديك أي تعليق عن الحديث سابقا، ولكن أريد أن يعني عن شيء لفتني صراحة في رأي الشارع، أنه أغلبية الناس المرصودة رأيها لا تعرف عن ماذا نتحدث عن هذه العملات الرقمية ولا كيفية الاستثمار فيها. بل أحيانا نجد ناس تستثمر في هذه العملات وهي لا تدري شيئا عن كيف تسير الأمور أو تجري. ربما هذا يذكرني حتى بالدوتش كوين نفسها اللي كانت انطلاقها أنه مزحة من الأساس أن الناس يمكن أن تستثمر في أي شيء لتصل قيمتها ربما إلى أكثر من 50 مليار دولار. بالتالي كيف نفسر هذا؟ أنا أود أن أشكر السيد حسن على النقاط التي تفضل بها لأنها نقاط مهمة، وكذلك يعني نتيجة استطلاع الرأي. إذا نظرنا إلى النسبة المئوية 86% يقولون أنها لن يعني لا يثقون بها تأتي مكان مكان العملات الوطنية. حين يصبح نتيجة الاستطلاع 86% يعني جوابهم نعم، حينئذ سيصبح سعر البيتكوين للأرجح بمئات الآلاف. السؤال الحقيقي الذي علينا أن نطرحه هو التالي: لماذا هذه العملة التي هي بمثابة تهديد للمصارف المركزية، والتي هي في كل الميديا ينظر إليها بنظرة تشاؤمية إلى آخره، لماذا هي قائمة حتى الآن، ولماذا قيمتها تحسنت لدى يعني في مدى 12 سنة؟ وهنا إذا يعني نفكر في الجواب هو أن بكل وضوح
نتحدث عن تكنولوجيا ثورية تغير كل مفاهيم قيمة النقد، والذين يفهمون ذلك عبر بحوث شخصية، يعني دراسة معمقة، هم يقولون في هذا السياق أنهم they hold يستثمرون ويتركون العملات التشفيرية ولا يبيعونها، لأنهم يعتقدون أن هذه التكنولوجيا ستأتي بتغيير جذري هائل مهم جدا، وهو أن النقد أو القيمة ليست خاضعة إلى يعني الإنسان أو كل الـ الـ كل الـ الـ يعني الأبيوس الذي ممكن أن يأتي من وراء إدارة الأموال. ونحن ننظر حقيقة إن كان للمصرف المركزي الأوروبي أو المصرف المركزي الفيدرالي الأمريكي أنهم يأتون بكميات هائلة من الأموال التي طبعت أو طب، ولكن لو سمحت لي، يعني بنك إنجلترا مؤخرا حذر من أن العملات الرقمية يمكن أن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي كما نعرف إذا جنح الناس إلى سحب أموالهم من الأبراج. نعم، جوابي سريعا، وما إلى ذلك. ولكن هناك فكرة مثل فيسبوك. نعم. أو ما إلى ذلك اللي ربما توجهت إلى. نعم. الديام أو هيك. نحن نتحدث عن ستيبل كوينز، هل يمكن أن تشكل حل وسط؟ تفضل، بالتأكيد أريد. نعم. أن أصوضح. نعم. في هذه النقطة أيضا. نعم، الجواب السريع، هل تسألين أصحاب الأوتيلات عن Airbnb أو تسألين شركات التاكسي عن أوبر؟ الجواب كلا بكل وضوح، لأنهم لديهم يعني ingrained interest بالموضوع. فلما المصرف المركزي البريطاني يقول أن العملات التشفيرية تهدد، نعم، لأنه مصرف مركزي، والعملات التشفيرية البيتكوين بالأخص، البيتكوين هي عملة لا مركزية بالمطلق، فهي نقد العملات المركزية. طيب، من الطبيعي أن تكون. نعم. سأعود إليك لمسألة الستيبل كوينز وربطها بعملات تقليدية، اليورو أو الدولار أو الين أو غيرها، ربما هناك أفكار بهذا الاتجاه. ولكن قبل ذلك، نقطة لا مركزية هذه العملات أستاذ حسن، هل تشكل تهديد على المصارف وعلى المصارف المركزية، على عالم الأموال والنقود كما نعرفها في يومنا هذا؟ نعم، خلينا شوي نرجع للنظرية، التاريخ، الفكر الاقتصادي في بداياته، لما كان يعني المركنتايل كانوا موجودين، التجاريين إلى آخره، وجاءت اللي هي النظرية الرأسمالية من آدم سميث كثورة على اللي هي الاستغلال والجشع وإلى آخره، وأنه دعه يعمل دعه يمر وإلى آخره، من الحرية المفرطة في الاقتصاد وفي إدارة الاقتصاد. الآن هذه نفسها الحرية التي نتحدث عنها في النظرية الكلاسيكية أو الرأسمالية القديمة الأساسية، هي نفسها التي بنيت عليها اللامركزية في العملات المشفرة، بأن تترك الأمور إلى عوامل العرض والطلب العامة دون أي تدخل من جهة مركزية. للأسف إذا رجعنا إلى التاريخ مرة أخرى، نجد أن النظرية الكلاسيكية انهارت نتيجة وجود العديد من الظواهر السيئة وعدم وجود نوع من العقلانية والرشد لدى المستهلك، والتي افترضتها النظرية الكلاسيكية، ولذلك جئنا بالتعديل الكينزي والنيو كلاسيك في بعد الكساد العظيم، ورأينا أن هنالك تعديلات على النظرية الاقتصادية والنظرية الكلاسيكية بوجود ضرورة للتدخل الحكومي في الاقتصاد لعمل التوازن والسيطرة في حالات شذوذ الاقتصاد عن النظرية. وهنا نفس الشيء في العملات المشفرة، أنا أضع مقارنة ما بين متشابهين. في العملات المشفرة اللامركزية جعلت من البيتكوين حالة من العشوائية في التحرك، عوامل العرض والطلب بات يؤثر بها
عوامل غير منطقية مثل تغريدة لإيلون ماسك تحرك السوق إلى أعلى مستوى أو تنخفض به إلى أدنى مستوى، تحركات معينة إضافة إلى الاستخدامات الخاطئة للعملات المشفرة على الدارك ويب. وكذلك لا ننسى، ويمكن يؤيدني ستيفان بالنسبة لموضوع أنه بداية انطلاق العملات المشفرة وظهورها على الإعلام والميديا كان نتيجة استخدامها في فيروس الفدية في الأعوام الماضية، ولا نزلنا نرى أن فيروس الفدية يستخدم فيه البيتكوين لتحصيل الفدية. بالتأكيد سأنقلها إلى أستاذ ستيفان، ولكن قبل ذلك دعونا نتعرف على العملات الرقمية الموجودة في الأسواق هذه الأيام، نتابع ونعود. وأعود إلى ضيفي وإليك أستاذ ستيفان. يعني قبل أن أتحدث عن العملات وربما أيها لديها مستقبل زاهر إن صح القول، كنا نتحدث ربما أشر إلى دارك ويب أستاذ حسن، إلى جانب تبييض الأموال، تهريب الأموال، استخدامه من طرف المخدرات، أصحاب المخدرات أو تاجري المخدرات من قبل الإرهاب، مستخدمي الفديات وغيرها. الجانب الأمني إلى أي مدى يمكن أن يشكل يعني هامش العملات الرقمية للعيش فوق القانون أو على هامش القانون أو خارج القانون؟ نعم أصبحت هذه نغمة معروفة صراحة، بكل صراحة يعني أصبحت نغمة معروفة، والجواب معروف جدا. يعني أكبر أداة لتبييض الأموال عالميا وبالبرهان يعني بالقانون هي المصارف، يعني كيسس باركليز، دويتش بانك وغيرها من المصارف التي حكم عليها بعملية تبييض أموال بمليارات الدولارات. فإذا على كل حال هذه أداة، والأداة تستعمل حسب الكونتكست، يعني حسب الطريقة أو الزمن والمكان إلى آخره. هذا أصبح وراءنا. في الحقيقة بيتكوين مثلا هي تعتبر pseudonymous cryptocurrency، يعني غير معروف مباشرة من يملكها، ولكن من يعني في احتمال أن السلطات يمكنها أن تعود إلى من أرسل تلك الدفعة من تلك العنوان في بيتكوين إلى هذا العنوان في بيتكوين إلى آخره، وto cross it with IP addresses، ف يعني تسهل المسألة لملاحقة هذه العمليات. هذه النغمة أصبحت وراءنا، لكنني أود أن أعود سريعا إلى مسألة علم الاقتصاد وإلى آخره. صراحة أنا حائز على إجازة في الاقتصاد وتابعت دروس في إدارة الأعمال، ويمكنني أن أقول بكل تواضع وبكل ما يعني ما أؤمن به أن هذا ليس علم، ليس بعلم. لو كان علم لكنا عشنا الأزمات الاقتصادية والمالية. دعني أسألك أستاذ ستيفان، أنت مستثمر في عملات الرقمية؟ نعم. طيب بالنسبة لي أنا مثلا لا أفهم في هذا المجال بشكل كبير، بالتالي حس المغامرة في هذا المجال، يعني هل تنصح مثلا أنا أو غيري من المتابعين بالاستثمار؟ من عليه أن يستثمر؟ من عليه أن يتريث؟ وبأي عملة الآن؟ نعم سيدة أمان، ما يمكنني أن أقول لك أنك مثلا تساعدين على يعني تساعدين الجمهور على اكتشاف هذه العملات، وبرامج كهذا البرنامج مهمة جدا، لأن في السنة 10 الماضية كانت سمعة العملات التشفيرية سيئة، والآن أصبحنا يعني بطريقة بطيئة ولكن أصبحنا نرى يعني حديث علمي أكثر، والناس تكتشفها أفضل. فيما خص الاستثمار، على كل فرد أن يقوم ببحث شخصيا
ويعني ممكن أن يقرأ كتب. هنالك كتاب معروف جدا في هذا السياق كاتبه دكتور سيف الدين عموس، كان أستاذا في الجامعة الأمريكية في بيروت والآن أصبح في أمريكا إذا أنا من غلطان. هناك أندرياس أنتونوبولوس كاتب كتاب ماستر يجب بيتكوين. البحث في هذا الموضوع قبل يجب البحث الخوض فيه عموما أستاذ حسن، لأن الوقت بات يدركني لو سمحت لي أستاذ حسن. يعني لدينا ربما عدد من المتابعين ليقولون أن العملات الرقمية هي التطور الطبيعي. عمر أحمد يقول للنقود مهما حصل سيأتي الوقت الذي سيتقبلها فيه الجميع. هل هي المستقبل أمر واقع؟ لكن ما المطلوب ربما لتحسينها أو ليتقبلها الجميع حتى لا يكون لا ضرر ولا ضرار كما يقال؟ نعم، لا شك أن العملات المشفرة بصيغتها الحالية وبشكلها الحالي وعملية العشوائية في إصدارها لا يمكن أن تكون هي المستقبل للنظام المالي العالمي. ولا شك أن النظام المالي العالمي بشكله الحالي والمشاكل التي يواجهها أيضا لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، ولا بد أن يكون هنالك تعديل معين في النظام المالي العالمي حتى يتوافق مع التطورات التكنولوجية بداية والتطورات الاقتصادية وتوسع الاقتصاد، وهو أمر واقعي ومنطقي. وإذا رجعنا مرة أخرى للتاريخ نجد تغيرات في النظام المالي تغيرت بشكل كبير جدا على مر السنين، ولكن هذا يجعلنا ننظر إلى أن المرحلة القادمة قد تكون هنالك عملية دمج ما بين الحالة التقليدية والحالة التكنولوجية المتطورة. لا شك أن البلوك تشين كتقنية يمكن أن تكون قاعدة يمكن أن تبني عليها المصارف المركزية عمليات معينة، ولكن ضمن ضوابط ومعايير معينة تحسن. وعدني المقاطعة، ولكن دعنا نتابع نتيجة التصويت على سؤال الحلقة الموجود على قناة اليوتيوب الخاصة بسكاي نيوز عربية. السؤال كان: هل تثق بالعملات الرقمية كبديل للعملات التقليدية؟ هناك تغيير طفيف، 18% أجابوا نعم مقابل 82% أجابوا بلا. إذن شكرا جزيلا لضيفي من القاهرة الخبير الاقتصادي حسن علي بكر، ومن ليون في فرنسا متخصص بالعملات تشفرياس ستيفان أبي شاكر، شكرا جزيلا. وإذن شكرا على متابعتكم أيضا مشاهدينا. يمكنكم متابعة هذه الحلقة والحلقة السابقة على منصات سكاي نيوز عربية على مواقع التواصل الاجتماعي. إذن أنتم الحكم بالنهاية وأنتم المؤشر. مني إليكم أنا إيمان لحرش، أجمل تحية، ألقاكم الأسبوع المقبل في نقاش آخر.